احنا المفروض ان احنا بنعمل اللقاء الشهري كمان جراحه العظام المصريه اول مره في الفيوم. بنعرف فيه بعض الحالات الكلينيكيه، الحالات العمليات كانت ازاي قبل العمليه وازاي اتعمل لها الاجراء الطبي والعمليه والتدخل الجراحي، النتيجه ايه بعد العمليه، والعيان استفاد ايه. طبعا الحالات كلها بتبقى ادفانسد مش حالات عاديه زي قصر الساق والاستطاله، الكسور المتفتته. احنا بنعرف بعض الحالات اللي عندنا، اساتذتنا جايين من الجمعيه بيعرضوا بعض الحالات اللي عندهم، وده طبعا بيكسبنا خبره زياده. النهارده اللقاء العلمي ما بين الجمعيه المصريه لجراحه العظام المصريه واطباء العظام في مستشفى الفيوم العام، واول مره يتم الاتفاق المشترك ما بين مستشفى عام والجمعيه المصريه لجراحه العظام. الغرض من هذا اللقاء ان هو بيتم تبادل الخبرات وتبادل المناظرات للحالات التي تمت ما بين الجراحين والحالات التي تم عملها هنا في مستشفى الفيوم العام، لتبادل الاراء والخبرات للارتقاء مستوى الخدمه الطبيه المقدمه للمرضى. هذا اللقاء من اللقاءات المطلوبه عده مرات، وانا اتفقت مع سيادة امين عام الجمعيه المصريه لجراحه العظام المصريه انه يبقى في اون جوب تريننج، يبقى احنا يجي حد نجمع الحالات اللي هي ذات صعوبه معينه، ويجي اساتذه اللي لهم خبرات في هذا المجال لاداء هذه العمليات في المستشفيات في الفيوم ان شاء الله باذن الله. حضرتك يعني قبل الكيس دي كانت موجوده، كنا احنا بنعمل عندنا في الاسم.